لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عن عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الزحمة خلتهم يقفوا إيه؟ بين السواري، العمدان بتفصل بينهم، فبعضهم تقدم وبعضهم تأخر. كنا نتقي هذا، أي كنا نحترز من الصلاة بين السواري. والحديث يدل على كراهة الصلاة بين السواري، والعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر بن العربي من أن ذلك إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع جمع النعال. قال ابن سيد الناس: والأول أشبه لأن الثاني محدث. ده صحيح، هم أصلا ما كانوش بيضعوا النعال إيه؟ بعضهم أكثرهم ما كانش بيخلعها، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها، ما كانش فيه فرش، فكانوا بيصلوا إيه؟ في النعال. أو من كان يخلع نعله فإما أن يضعه على شماله إن لم يكن عليه أحد، أو بين رجليه. قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه قال أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. ده اللي احتج به من قال إن ما كان ثلاث انفار لا يقطع الصف، احتج على ذلك في موضوع كورونا بأنهم يسيبوا إيه؟ متر ونص. نذهب الحنفية على أساس أن العمود زمان السواري كانت ضخمة إلى إيه؟ إلى، مع أن اللي يبص للسواري اللي موجودة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القديمة ما يلهاش تكفي ثلاث انفار. ها؟ لا قولها زيها، بس القديمة نفسها أصلا ما تكمل، ما تجيبش ثلاث انفار. ثم ما فيهوش دليل على اللي بيحصل برضو، لأنه هو هيبقى لو صف بين السواري مش هتبقى صلاته بطلة صحيح، علشان في ناس على شماله أو ناس على يمين، لأن هما بيصفوا صف والسارية بتقطع الصف، مش إن كل واحد بينه وبين التاني إيه؟ سارية. ما بقتش مكروهة إيه؟ القطوع اللي إحنا فيه ما أصبحتش في السواري مكروهة، يعني بتقطع غير كده. لا، اللي بيحصل ده كله أقل أحواله الكراهية، وإلا ربنا يرحمنا. وروى سعيد بن منصور، بس الحديث بتاع من قطع صفا قطعه الله دليل على التحريم. صحيح. قال ابن سيد الناس: ولا يعلم. لا، قال وقد رخص. قال وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة، قال ابن سيد الناس: ولا يعلم له مخالف من الصحابة. ورخص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قياسا على الإمام والمنفرد. قال: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين سريتين. عجيب والله، استدلال غير صحيح، لأن الرسول صلى إيه؟ منفردا. قلت: يدل على التفريق بين الجماعة والمنفرد حديث قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه: ننهى على عهد الرسول. بقى مين اللي بينهى؟ الرسول. حديث صحيح، إلا أنه ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السواري، ولم يقل كنا ننهى عن الصلاة بين السواري. يبقى المنفرد ما فيش مانع يصلي بين ايه؟ ساريتين، واحد بيصلي سنة. اما حديث الباب ففيه النهي عن مطلق الصلاة بين السواري. لا، مش مطلق النهي، لان كان ده كان يوم الايه؟ الجمعة، ويوم الجمعة ما فيهاش صلاة ايه؟ مش حدش بيصلي جمعة منفردا، فهما تقدموا او تأخروا عشان استعدادا للايه؟ لصلاة الجمعة. يقول: فيحمل المطلق على المقيد،
يعني نحمله على صلاة الجماعة، ويدل على ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم بين الساريتين، فيكون النهي على هذا مختصا بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإمام والمنفرد. هذا أحسن ما يقال، وما تقدم من القياس على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته الأحاديث. هذا تلخيص ما قاله الشوكاني في النيل. يا رب اجعل لنا فرجا ومخرجا يا رب في أمر الصفوف والصلاة. إحداث لم يسبق إليه أن يصلي المسلمون بالصفة التي يصلون بها في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي سائر مساجد الناس. ممكن يعتادوا ذلك ويستمروا عليه. ربنا يستر. الناس عصبية جامدة في الموضوع. كأن هذا هو الوقاية. أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ليقرب مني، ليكون قريبا مني من وراءه وعن يمينه وعن شماله ونحو ذلك. حديث رواه مسلم. الأحلام كأنه من الحلم والسكون والوقار والأناة والتثبت في الأمور، يراد به العقل. وقيل أولو الأحلام البالغون، والحلم البلوغ، والحلم أصله ما يراه النائم. الصحيح الأول وهو مستلزم للثاني. قال النووي في هذا الحديث: تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام، لأنهم أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها للناس، وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. هيشات الأسواق يعني الصياح الذي فيها ورفع الصوت، مما كان من الأمور المنكرة أشد من هيشات الأسواق ما وقع في المسجد الأقصى الجمعة بالأول أمس من الصياح وطرد الإمام والهتافات. الاختلاف يعني في ما يلزم أن تتناوله الخطبة، هذا أمر لم يراعي حرمة المسجد، والرجل إنما على مذهبهم سكت. هو لم يسمي فقط غزة، ولكن قد ذكر الشهداء ونحو ذلك. كان أمر فعلا الهتافات داخل المساجد هذا أمر لا ينبغي أن يقع ولا يجوز أن يقع. إياكم وهشات الأسواق. المسجد الحرام ولا الأقصى؟ المسجد الأقصى. لا، ده المسجد الحرام واحد كان عايز يهجم على المنبر، واحد مش طبيعي يعني. لكن المظاهرة اللي كانت في المسجد الأقصى عشان بيقولوا الراجل ما ذكرش كلمة غزة. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف. حديث حسن، في استحباب الكون في يمين الصف الأول وما بعده من الصفوف، يعني إذا كان هو الذي أقرب إلى الإمام. عندنا حديث: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يبقى ده الأول، يبقى ما كان أقرب إلى الإمام. مش إن الصف هيبقى بدي من وراء الإمام وبعدين يمين 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 ومحدش يقف في الشمال. ما ده لا، ده غلط. فهم غير صحيح للحديث. لماذا؟ لأن الحديث قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف، ولكن هناك حديث آخر نجمع بينه: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. كلما كان أقرب إلى الإمام فهو أفضل، يكون أقرب إلى اليمين أفضل،
ثم الأقرب إلى الشمال، ثم الأقرب إلى اليمين، ثم الأقرب إلى الشمال. ها؟ لياليني يعني تشكيل غلط. تيجي إزاي؟ في مسلم على وجهين تشديد وتخفيف. ليالين 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 انا اعلم. ليالياني ليالي يالياني يالياني انا لا اعرفها. خلاص ماشي، تأكيد مثقلة محتمل فعلا. فبنقول ان الاصل ان الامام يقف، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى خلفه جابر وابو اليسر، جاء أحدهما فوقف عن يمينه وجاء الآخر فوقف عن شماله فدفعهما خلفه، وليس أنه غير الذي أتى عن الشمال إلى يمين الآخر ثم دفعهما خلفه، بل جعلهما خلفه بعد أن أتى عن يسار الأول. فهذا هو السنة، أنه يجي عن يسار الذي عن يمينه، خلف الإمام عن يمين ثم شمال ثم يمين ثم شمال. جابر وجبار في أبو اليسر أظن. أبو اليسر ده في آخر مسلم. باب مقام الصبيان عن الصف من الصف. عن أبي مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم ثم صلى بهم فذكر صلاته. حديث ضعيف. إذا كان هناك مجموعة غلمان يقفون في الصف المؤخر ولا يلزم أن يكون لهم صف مستقل، بل لا ينبغي ذلك، بل يسد بهم خلل الصف، الجزء الناقص في الصف يستكمل به الصبيان. ينبغي إذا كان الغلام إذا سبق وجاء من هو من أولي الأحلام والنهى وحفاظ القرآن وأهل العلم أن يرد إلى طرف الصف. خلاص بقى، أنا قلتها، تأملوا الكلام اللي أنا قلته هتلاقوا الإجابة. احنا بنتكلم على من هم من أولي الأحلام والنهى. إذا كان هو الأحفظ، لكن هل هو من الأحلام والنهى أم لا؟ حديث أنس فيه أنه صف هو واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاليتيم لم يقف منفردا. قال أحمد: يكره أن يقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من احتلم وأنبت وبلغ 15 سنة. يعني إذا كان وراء الإمام مباشرة، وإلا فهم يسد بهم خلل الصف. باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول. كراهية التأخر للرجال عن الصف الأول. عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يعني النساء يبدأن الصفوف في المسجد الذي فيه رجال ونساء من المؤخر، الصف من مؤخرة المسجد، وبعدين يطلعوا قدام.
أما إذا كان النساء في صف في مكان متميز كما قال النووي، أما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها، لعدم وجود الاختلاط في هذه الحالة. شرها يعني أقلها ثوابا، أفضل صفوف النساء آخرها لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم أثناء عند رؤية حركاتهم. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم تأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار، نعوذ بالله من النار، يعني لا يخرجهم من النار في الأولين أو آخرهم من الداخلين في الجنة أولا بإدخالهم النار وحبسهم فيها، يؤخرهم يعني يدخلوا النار ما يلزمش أنهم يخلدوا فيها، ولا القول الأول إن الذين لم يؤخروا لا يلزم أن يكونوا قد دخلوا النار فيتأخر هؤلاء عن الخروج، بل يمكن أن يؤخروا في النار بمعنى أن يدخلوا النار. هذا يدل على أن التأخر المستمر يؤدي إلى الوقوع في المعاصي، لا يلزم أن هذا في حد ذاته معصية ولكن يعاقبون بالمعاصي التي تدخل النار. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. على فكرة الشيخ الألباني صحح الحديث الأولاني حديث عائشة دون لفظ في النار، في النار دي جعلها ضعيفة شاذة. لأن الرواية في الصحيح حتى يؤخرهم الله، يتأخر إيه؟ ممكن يتأخر عن الفضل. منكرة ولا شاذة؟ الشيخ الألباني أنه منكر. باب مقام الإمام من الصف. عن يحيى بن بشير ابن خلاد عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرضي فسمعته يقول حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل، أي جعلوه إماما متوسطا بأن تقفوا في الصفوف خلفه وعن يمينه وعن شماله. فما ضعف إسناده الشيخ الألباني صحح الثاني اللي هو النص بتاع سد الخلل، لكن هذا الحديث يشهد لصحة معناه حديث جابر رضي الله عنه وجبار أو أبو اليسر، من أنه يبدأ أن يوسط الإمام، والله أعلم. فالمعنى صحيح. قل قولي هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.